على المستوى الانساني مش بس على المستوى الادبي او مش بس على المستوى العملي النقط او الصفات اللي اكتشفتيها فيه على المستوى الانساني لما قررتي انك تعملي عمليه تجميع زي ما قلتي او او ابحاث عشان تقدري تجمعي كل المعلومات المهمه اللي قلتيها في كتابك كان شخص لذيذ ده اللي لمسته اه ده <تخيصان> اللي لمسته مع الناس اللي عصرته اه ما عادش مع ناس كتير عصرته طبعا بس اكتر رجعت من شخص لاي حد من عيلته رجعت لاي حد, رجعت حد من الحفيد الدكتور عبد الوهاب حفيده رجعت له طبعا في كذا حاجه ورجعت للدكتوره لوتس عبد الكريم ورجعت الاستاذ رشاد كامل هو اصلا اللي دلني ابدا منين فكلهم ادوني ايحاء ان هو شخص لذيذ التعامل معاه الى جانب البرامج اللي انا شفتها لقاءات وحوارات معاه حتى هو وزير يعني ما تحسيش ان هو تحسي انه طفل حتى آه. هو داخل على 60 سنة وشعره كله أبيض تحسي أنه شخص سلس سهل بسيط سهل بسيط قوي بسيط اه انت ايه اللي بتحبيه ليوسف سباعي يعني انت قلتي انا اصلا بحب قراءاته مم. وبقرا كتير جدا لكتبه انت ايه اللي بتحبيه ليوسف السباعي وايه اللي لفت انتباهك كشابه يعني طبعا انت برضه من صغيره انت كاتبه شابه واضح انك لسه يعني في بدايه مشوارك في, عالم الادب وان شاء الله يكون ليكي نجاحات كبيره وتقدري تحققي كل نفسك فيه بس عشان تحبي يوسف سباعي عشان تبقي بتقري يوسف سباعي عشان تقرري تكتبي عن يوسف السباعي خطوة مهمة جدا فاحكي لي كمان عن أنت ككاتبة غزيتي نفسك ازاي بيوسف السباعي عشان تقدري تكتبي عنه وعشان تحبيه وتقرري انك لما تكتبي تكتبي عن يوسف السباعي مش عن اي حد تاني انا اول حاجه قريتها له اثار على الرمال وهي اتعملت فيلم اه, ما كنت شفت الفيلم الحقيقه بس الروايه كانت صعبه لأن انا قريتها في مرحله كنت في ثانوي تقريبا كنت صغيره جدا يعني وهي مكتوبه باسلوب فلسفي ده اللي فهمته لما كبرت بقى لما دخلت الكليه ودرست ادب وكده فهمت ان هي روايه فلسفيه واستمر قريت بقى مجموعات قصصيه الاول لان كانت اسهل وبعدين قريت الثنائيات بتاعته فكان دايما عندي سؤال هو ليه بيتقال عليه فارس الرومانسيه ايوه هو رومانسي يعني أيوه. ده شيء ما نقدرش ننفيه عنه بس لو حد بيقرا له هو اكاديمي او او بيقرا كتير حتى مش اكاديمي ولا ناقد هيكتشف ان في طبقات تانية تحت الرومانسية أو تحت قصة الحب اللي موجودة سواء بقى طبقات نفسية سواء طبقات اجتماعية زي في أرض النفاق مثلا أرض النفاق ما فيهاش رومانسية كبيرة يعني ما نقدرش نقول عليها رواية رومانسية ليه رواية اسمها ليلة آخر جزئين ودي أكتر حاجة مأثرة فيها الحقيقة رواية عظيمة عبقرية بتتكلم في كل شيء وعن كل شيء ولكن الإطار العام بتاعها رومانسي فأنا يمكن من دوافع كتابه العمل يعني كتابه بين اطلال السباعي انه هو مش كاتب رومانسي فقط ما ينفعش نختزله في الشيء ده. طبعا وما ينفعش نختزله أنه هو كاتب بس لان هو عامل حاجات كتيره جدا في الوسط الثقافي ممكن نشير اليها. آه فانا تقريبا قريت له اغلب اعماله مش كلها ولكن قريت له كل الالوان اللي هو كتبها سواء آه. مسرح او قصه او روايه فده ساعدني اكتر ادخل العالم بتاعه. على الكاتب بتاعه امم جميل خلينا نتكلم شويه عنه وعن تاثيره على الوسط الثقافي والوسط الادبي بشكل عام الحقيقه أنه الروائي يوسف سباعي كان سبب يمكن في انشاء كثير من الكيانات الثقافيه المهمه جدا اشرتي لده في كتابك اكيد كلميني شويه عن الكيانات الثقافيه اللي كان يوسف سباعي هو السبب الاول في تواجدها آه خلينا نبدا بعلاقته باحسان عبد القدوس يلا لان علاقته باحسان عبد القدوس هي كانت الموتيف كانت الموتور اللي مخلي كل الكنات دي بتحصل م. لان الوضع كان بيتم كالاتي آه احسان عبد القدوس مع احترامي طبعا الارقاب يعني طبعا. بي عنده فكره يروح يقولها ليوسف السباعي ولان يوسف السباعي هو اللي في المناصب الرسميه فهو اللي هيقدر يسهلها اكتر آه يعملوا لها عصف ذهني مع بعض ويخلقوا الفكره ويبداوا ياخدوا تصاريحها ده حصل في كذا حاجة بقى، ده حصل م. في نادي القصة بدأ بالشكل ده، حصل في المجلس الأعلى لرعاية الفنون برضو بدأ بالشكل ده. فاه هو كان السبب الأساسي إنه ال... الكيانات دي تبقى كيانات ليها مكانة حقيقية رسمية. لكن ما كانتش فكرته لوحده برضو ده شيء الحق يقال. كانت فكرة إحسان ويوسف وهما الاثنين بيخلقوها مع بعض. ح... زي الكتاب الذهبي مثلاً. الكتاب الذهبي طلع بنفس الطريقه انه ليه ما نعملش كتاب نساعد بيه يصدر ونساعد بيه الكتاب الشباب في الفتره دي ايوه آه فاعتقد علاقه الصداقه اللي ما بينهم كان ليها برضو فضل كان ليها تاثير آه كبير تاثير كبير على على الكائنات دي انها تخرج هم. عمل ايه زي كائنات زي ايه بقى تعالي كده نعرف برضو المشاهدين بالكيانات آه نادي القصه طبعا نادي قصة. يعني نادي القصه قد يبدو شيء مش مش هائل بالنسبه للناس دلوقتي بس هو في وقتها ما كانش في فرصه ان حد يطلع جديد لان طبعا ما كانش دور النشر ليها الانتشار الموجود حاليا يعني ولا كان سهل التواصل معها بالشكل الموجود حاليا. فعشان حد يطلع جديد مش مش هيعرف يطلع غير من خلاله م. هو بيبعت القصص ولجنه كبيره يعني طه حسين كان من ضمن الموجودين في اللجنه اه توفيق الحكيم مش عايزه انسى اسماء بس اسماء عظيمه جدا هي اللي بتراجع على القصص اللي بتتنشر. فوقتها وبتتنشر بالفعل على حساب مؤسسه روزا اليوسف يعني. فوقتها ده كان المنفذ الوحيد لأدباء كبار بقوا موجودين بعد كده بسببه المجلس الأعلى طبعاً للفنون والثقافة برضو اتحول بعد كده لوزارة الثقافة نفسها فالإسهامات دي يعني أعتقد دول أهم إسهامين هو, هو عملهم في الفترة اللي كان موجود فيها